وبين حانة وبين مانة صار حل وسط، وعلى أساس يشدون الراية على مبلغ مقطوع، وصار الجدل بين مبلغين 6.5 تريليون ينطي العبادي وبين 10 تريليون يطالبون بها الكرد. رغم ذلك المفلس طلابته هم ما فضت، بدليل اللي صار اليوم بعد ما حلها العبادي ويا تحالف القوى وأرضاهم، بقوا الأكراد وعلى أساس يتم التصويت على الميزانية برضاهم، بس بعد اجتماع مفترض للرئاسات الثلاثة كان المفروض يتم اليوم. اللي صار عمليا انه يبدو اكو اصرار من التحالف الوطني وتحالف القوى على امضاء الموازنة بالاغلبية. ما يهم الاكراد يقاطعون الجلسة ينسحبون، مو مهم طالما اكو نصاب مكتمل، رغم التشكيك اللي صار بيه اليوم من قبل الكرد. اي نعم، سليم الجبوري افتتح الجلسة رغم مرضه الشديد، بحيث ودوه طبيب وجابه وجه، وافتتح الجلسة ب170 نائب بعد انسحاب الكرد بكل كتلهم وأحزابهم. وهذا يعني اكو اجماع كردي على رفض الموازنة بالصيغة الموضوعة حاليا. اما الخلاصة اللي صارت اليوم فهي التصويت على 12 مادة من قانون الموازنة، اهمها المادة 9 اللي تقول انه حصة الاقليم تحدد من اجمالي النفقات الفعلية، يعني النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية، وبحسب نفوس كل محافظة. أكرر، وبحسب نفوس كل محافظة. وهاي الحصة تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية بموافقة رئيس الوزراء، وبهيج حالة تستبعد كل النفقات السيادية واللي تتمثل بمجلس النواب ورئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وباقي الوزارات السيادية وإلى آخره. طبعا هاي واحدة من نقاط الخلاف اللي اعترضوا عليها الكرد وبشدة، مثل ما اعترضوا على وصف مدن الإقليم بمصطلح محافظات الإقليم اللي يعتبروه مقصود ومو دستوري. كذلك اكو اعتراض قوي على رواتب الموظفين ووضع البيشمركة. لهذا اليوم أرام الشيخ محمد صدر بيان شديد اللهجة طالب به المجتمع الدولي بإنصاف المكون الكردي اللي جاي يتعرض للتهميش حسب وصفه، وأورد قضية اجتماع الرئاسات اللي تم تجاوزها اليوم. هسه هيج خبر يحتاج تحليل وتأويل وبحث عن الأسباب اللي أدت إليه؟ لا طبعا، خبر صار أشهر يختمر على نارين. النار الأولى بغدادية تريد تفرض الأمر الواقع عبر الأغلبية، وهذا الطرف يقول أن الموازنة ما تتحمل تأجيل أكثر من اللي جاي يصير، واي طولنا خلق وإذا نبقى نتناقش فتنقر الموازنة حتى بعد سنة. في الوقت نفسه الكرد يقولون مو هيج الحكي كاكة، هاي عقوبة جماعية وتواطؤ على تهميشنا، ويضيفون انه واحدة من نتائج اجراءنا للاستفتاء هي هاي العقوبة، يعني السبب سياسي والنتيجة مالية.